السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحادي والعشرون من الشهر الثامن من الشهر السابع للعام الثالث والأربعين بعد المئة الرابعة والألف للهجرة النبوية، على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. مجلس اليوم هو استكمال لمجلس قد مضى عليه أسبوعان، تقدم في مجلس سابق خصال في أهل الجاهلية حمدها الإسلام ومدحها وحث عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ محاسن الأخلاق. فهناك عند أهل الجاهلية أخلاق أقرها الإسلام، وهناك خصال نهى عنها الإسلام وحذر منها وشنع عليها عند الجاهليين. لكن مما يؤسف له أن ثلة من المسلمين تركوا خصالا في الجاهلية حمدها الإسلام واتصفوا بصفات أو بأخلاق في الجاهلية ذمها الإسلام، وهذا من التناقض العجيب. في هذا المقام سأذكر خصالا أو أخلاقا، أربعة أخلاق من أخلاق الجاهليين التي ذمها الإسلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستبقى في الأمة، ليس في كل الأمة لكنها باقية في مجموعة، قد تقل وقد تكثر في زمن دون زمن، في قطر دون قطر. وسأختم المجلس بأسئلة ثلاثة علمية أو ألغاز من باب تحريك الأذهان وشحذ الهمم وتقوية العزائم. وقبل أن أبدأ، هناك مسألة فقهية، وهي إذا تأخر أو خرج أحد المصلين من الصف، يقول بعضهم: هل نقرب جهة الشمال أو جهة الجنوب؟ مثلا في هذا المكان المصلي المقابل الآن انسحب من الصلاة ولم يتقدم أحد يسد مكانه، فيقول بعضهم: هل أهل الشمال يقربون جهة الجنوب أو العكس؟ الظاهر أن الأفضل أو الأصوب جهة الإمام، فيكون التقارب من جهة الإمام، يعني أهل الجنوب يقربون إلى جهة الشمال، والعلم عند الله. الخصال المذمومة في الجاهليين والتي بقيت وستبقى في بعض الأمة إلى قيام الساعة، حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدع لهم: الطعن في الأنساب، طعن في الأنساب خصلة تدل على ضعف إيمان صاحبها وعلى قلة مروءته ونقص عقله، شاء أم أبى، لأن العقلاء أهل الديانة الصادقة يترفعون عن الطعن في أنساب الناس والتهكم بأنساب الناس والتفاخر بنسبه، وأهل المرؤات يربؤون بأنفسهم عن هذه الخصلة السفيهة، وأهل العقول تأبى عقولهم السليمة وفطرهم المستقيمة أن ينزلون إلى هذا الحضيض في تنقص أنساب الناس وازدراء أنساب الناس وتعيير الناس بأنسابهم. الله الذي خلقهم وقدر لهم، تعترض على قضاء الله وقدره، تتنقص
أمرا ليس له في حيلة، ثم ما أدرك هناك أناس أرفع الناس أنسابا، لكن يفوقهم غيرهم بالعلم والديانة. ولهذا قال عمر يسأل أحد عماله: من قاضي العراق؟ قال فلان من الموالي. من قاضي الشام؟ قال فلان من الموالي. من قاضي اليمن؟ قال فلان. قال عمر بنظرته الثاقبة: حقا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أئمة من أئمة الإسلام الكبار الفحول ليسوا من العرب، دع عنك، ليسوا من العرب، وكانوا فقراء وابتلوا في أديانهم، ومع هذا تفخر كتب التاريخ وتتشرف بأن تترجم لهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما من تفاخر بنسبه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يأتي في القرآن مدح أحد لنسبه أبدا، بل أرفع الأنساب قريش، وفي القرآن الكريم: تبت يدا ما نفعه نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. فإذا علمت من نفسك طعن في الأنساب وتنقص، فاعلم أنك على ذنب عظيم، وستفقد وتحرم من لذة العبادة. قال ابن القيم: لا يلتذ بالإخلاص والتعبد من كان في قلبه شيء من الجاهلية. الخصلة الثانية: التفاخر بالأحساب. نحن آل فلان، نحن آل فلان. يقول بعض المفسرين في سبب نزول قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كان بعض أفخاذ من قبيلة قريش ومن غيرهم العرب يتفاخرون بأنسابهم: نحن منا فلان، فلما انتهوا الأحياء ذهبوا المقابر: هذا قبر فلان منا، هذا قبر فلان منا، هذا قبر فلان. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. إذا افتخر والآخر يقول: إذا افتخرت بآباء لهم شرف، إذا افتخرت بآباء لهم شرف، قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. هم كانوا شهامة هالكرم ورجولة ومروءة، لكن أنت شوهت سمعتهم بدناءة أخلاقك واحتقارك للآخرين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. كيف تحقر أخا مسلما مصليا جارا لنسبه أو حسبه؟ لهذا في الغالب ويتفقد كل منا نفسه. إذا رأيت في نفسك عدم تلذذ بالتعبد وعدم تطعم للتلاوة وسماع التلاوة، فتفقد نفسك، فإن الله غفور شكور، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا أيضا هذه الخصلة لا تنفع صاحبها في القيامة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في الآية الأخرى: وفصيلته التي تؤويه. الخصلة الثالثة: الاستسقاء بالنجوم. يقاس عليها الآن أبراج الحظ التي اغتر بها كثير من أبنائنا وبناتنا مع الأسف. يقرؤون هذه الأبراج كأنها وحي من السماء، يحزنون ويفرحون ويؤملون ويألمون بما يكتبه ذلك الكذاب الأشر في هذه الأبراج. يقول لك: في هذا البرج، البرج معروفة عندكم، الأبراج الفلكية الجوزاء والجدي والعقرب والدلو والميزان والأسد، أبراج 12 برجا، يأتي يخرج ميلاده يوافق هذا البرج، فيقرأ ويده على قلبه، فيقول صاحب هذا الكاهن: في هذا في الشهر تربح عزيز مالا كثيرا وتخسر صديقا عزيزا. عجبا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. كل أشراط الساعة وكل المغيبات التي قالتها الأنبياء بوحي.
قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة مثلا حتى تشارك المرأة وزوجها في التجارة. هذا غيب لكن وقع لأنه وحي، أخبار بالوحي. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، وحي. إذن الاستسقاء بالنجوم على أقسام، أن يدعو النجم يا كذا يا سهيل يا نجم كذا أمطر علينا، هذا شرك أكبر، دعوة غير الله. أو إذا نزل المطر قال هذا المطر نزل بتقدير النجم، أيضا شرك أكبر. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وهنا أقف وقفة عند تعبير يعبر في بعض البرامج وقد يتلفظ به بعض الناس عن حسن نية وعن طيب طوية، فيقول: الطبيعة قضت، الطبيعة فعلت، الطبيعة مخلوقة والله خالقها، والطبيعة مربوبة والله ربها، والطبيعة بارئة والله، والطبيعة مبرؤة والله بارئها. أو يقول: من عدل السماء شاءت الأقدار. أبدا، السماء مخلوقة لا تحكم نفسها، الله خالقها ويحكمها، والأقدار رحمك الله، الأقدار. الأخ لما عطس تذكرت فائدة أحب أقطع الكلام، ذكر ابن القيم أن أهل الجاهلية إذا عطس الرجل قالوا عشت، عشت، يتشاءمون بأن العطاس علامة على الموت، فجاء الإسلام أبدلنا أن نقول العاطس يرحمك الله بعد أن يحمد الله، لأن العطاس نعمة، ذكر أهل الطب أبخرة تجتمع في الرأس، لو لم يقدر الله لها الخروج قد يموت الرجل. إذن هذه الخصال الثلاث، شاءت الطبيعة، شاءت الأقدار، لا يجوز. ولهذا قول الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن، ما صدق أبدا. إذا أراد الله شيئا قال كن. والشاعر نعوذ بالله الآخر يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فإنك أنت الواحد القهار. كذب، ولكن الشاعر صاحب فطرة الذي يقول ما شئت، يخاطب ربه: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر والشعراء: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن التعبير بشاءة الطبيعة، شاءة الأقدار، عدل السماء من عدالة السماء، تدبير القدر من تدبير الأقدار، الله المدبر الخالق الرازق المستحق للعبادة، لا معبود بحق إلا الله. الأمر الأخير النياحة. النياحة، النياحة تكون على الميت عند العرب، وعلى المفقود، وعلى المصيبة. النائحة في الجاهلية تنتف شعرها وتشق ثوبها وتلطم وجهها، ومن الرجال من يصيح بأعلى صوته، إما على سطح أو على جبل، وكاسياه وكذا وكذا وكذا، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره وتسخط من قضاء الله وقدره. مر الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه على امرأة تنوح فأمر بزجرها ونهرها وإسكاتها، ثم انظر ماذا قال: إنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به، إنها لا تبكي على ميتكم ولكن تبكي على أخذ دراهمكم. ولهذا في بعض الجنائز ينبغي لولي الأمر من والد أو زوج أو أخ أكبر أن ينهى النساء قبل الذهاب للصلاة على الميت، لأن أحيانا تسمع بعض أصوات النساء بصوت عالي. ولهذا كان من حكمة الشارع
إغلاق الباب عن زيارة المقابر للنساء. النساء بجبلة الخلق ضعيفات، فإذا رأوا المصيبة زاد الضعف الجبلي ضعفا، فلهذا ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى هذا. وحتى ما تفعله بعض النساء عندما يبلغها خبر، ليس يعني النياحة فقط على الموت، لا، على أي أمر من فقد سفر عزيز، مرض قريب، خسارة في أموال، كل هذه تؤثر في النفس، لكن التعامل الشرعي هو المطلوب. وأما هذه الخصال فقد نهى عنها الشرع الكريم. إذن أيها الأكارم، المواعظ لا ينفع سماعها فقط، حتى المتكلم بها لا ينفع كلامه ونصح الآخرين، بل الجميع ينبغي أن نستشعر أثر الموعظة، خطبة جمعة، كلمة أيا كانت، أن للتعامل مع النصح وتطبيق النصيحة، من كان مخطئا ترك، ومن كان مصيبا حمد الله ولزم، هذا من ثمار موعظة. وانظر، من أعظم ثمار موعظة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان واحد خيرا لهم. الخيرية ما هي فقط الآن في الدنيا، خيرية في الدنيا وفي القبر البرزخ وفي الآخرة، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ما في الدنيا فقط، ثبات الدنيا، وفي القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وفي الآخرة عند الحساب. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. جعل الله الجميع ممن أفاء الله عليهم بالخير ودرى عنهم الشر. أقف عند هذا الحد، وأختم المجلس بسؤالين أو ثلاثة من باب يعني تحريك الأذهان، وكلها إن شاء الله فوائد علمية. سؤال: جاء سائل فسأل أحد أهل العلم، كان السؤال مضمونه أنه ترك نسي صلاة ما صلاها، فقال له المفتي: لا تبرأ ذمتك حتى تصلي 5 صلوات، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. فقال: يا شيخ، أنا نسيت صلاة واحدة. قال: لا تبرأ ذمتك، بل يجب عليك أن تصلي 5 صلوات، صلوات يوم كامل. لماذا أفتاه المفتي بأن يصلي 5 صلوات مع أنه فقط نسي أو ترك صلاة واحدة نسيان؟ والله ما أسمع. لا لا، وراك الله. نعم، سم، ما أسمع. لا 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 لا، هو يقول: يا شيخ، أنا صلاة واحدة نسيتها. فقال الشيخ: لا تبرأ الذمة حتى تصلي صلوات يوم كامل. صح؟ والله ما أسوي. لا لا لا، صلاة بركوع وسجود وسلام وتشهد. لا، أنت الآن تسأل تجيب ولا تسألني؟ الأخ الكريم، أنت الآن تسأل وتجاوب. إن كان جواب صح، إن كان سؤال خطأ. تفضل. تعال تعال، يا تجي أجيك أنا. السؤال ترى قيامي صعب شوي، اعذرني، الحق أني أقوم لك لكن عاد ما عذرت. جزاك الله خير. هذا المستفتي لما سأل المفتي قال له الشيخ: أي صلاة؟ قال: والله ما أدري يا شيخ، أنا نسيت صلاة قبل 4 أيام، لكن ما أدري، ظهر عصر مغرب عشاء، ما تعتبر ذمته إذا صلى؟ لو صلى العصر قد تكون فائتها الفجر، صح ولا لا؟ لو صلى الفجر قد تكون فائتها العشاء. قال: ما أدري. إذا لا تبرأ الذمة حتى تصلي 5 صلوات. السؤال الثاني:
شخص يقول أنا لي والد من الرضاع لكن ليست لي أم من الرضاع، كيف؟ قال أنا لي أب من الرضاع لكن ليست لي أم من الرضاع. تفضل. هذا رجل له زوجتان أرضعته الأولى ثلاث رضعات والثانية رضعتين. عليكم السلام. ما يحتاج دعاك الله. أنت عندك زوجتان؟ لا. في أهلك؟ لا. يقول أحد الناس جال الشيخ بن باز قال للشيخ عبد العزيز أنت متزوج امرأة اسمعنا، قال أنت متزوج سنتين؟ قال أنا موحد يا شيخ. قال توحيد الخائفين هذا. طيب الإجابة رجل، بس الإجابة شوية قد تزعج. رجل له امرأتان أرضعت الأولى الطفل ثلاث رضعات والثانية أرضعته رضعتين واللبن لبن الفحل فأصبح والدا له من الرضاع، ولكن المرأة الأولى ما رضعته خمس، صح ولا لا؟ ناقص الرضاع، والثانية رضع كذلك. طيب السؤال الأخير عكس السؤال الأول، رجل طفل له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، يقول لي أم أجبه والأجبه حتى وليس له أب، هذا رجل تضرع. جزاك الله خير. ما يحتاج رأيك الله. هذه امرأة أرضعت طفلا ثلاث رضعات ثم مات زوجها ثم تزوجت بآخر فأرضعت الطفل الآخر، الطفل نفسه رضعتين. قبل أن أختم أيها الأكارم أحب أن ننبهكم جميعا إلى مسائل الرضاع. ينبغي إذا على المرأة ألا تأذن لامرأة ترضع طفلها إلا بإذن زوجها، ينبغي. ثانيا إذا كان هناك رضاع فاحرص على تقييده وعلى الإشهاد عليه، فقد حصل أن فسخ طلاق بسبب الرضاع، والسبب الأكبر هو تساهل أم الطفل أو والد الطفل عن إثبات الخبر والإشهاد. ولهذا قال بعضهم عند حديث أعلنوا النكاح حتى يعرف أن فلان زوج فلانة، أما بالخفاء قد تقع تهم. فإذا أرضعت امرأة طفلا لك أو امرأتك أنت أرضعت طفلا ذكر أنثى أصبحت والد له من الرضاع، فينبغي التقييد. أذكر في قبل فترة حدثني أحد مشايخ يقول قديما بأن حصل الزواج، فقام أبو الزوج وقال غداكم غدا في نفس المكان هذا. يقول فلما كان في الغد قالت امرأة والله إن الزوج وزوجته وأن الزوج وزوجته قد رضعا مني وهما إخوان من الرضاع. قالوا ما أخبرتين البارحة؟ قالت ما أحببت أن أنكد عليهم زواجه. هي نكدت لكن بجهلها. فلهذا أيها الأكارم أوصيكم إذا امرأتك أرضعت أحدا قيد وأشهد، إذا أحد امرأة أرضعت طفلك ابنها أو ابن قيد. جعل الله الجميع في سعادة وسرور وحبور، وجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شكر الله لكم ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.